بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم في يوم الاثنين الثالث من شهر إبريل لعام 2023 الموافق للثاني عشر من شهر رمضان لعام 1444 للهجرة، حيث تتواصل مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم مع انطلاقة هذا الشوط الأول الرئيسي. تتواصل منافسات هذا السباق المحلي الثامن على الهواء مباشرة، حيث نصل في هذا اليوم إلى سن اللقاية ويوم اللقاية والموعد مع إقامة 27 شوط. هذا هو الشوط الأول الرئيسي، انطلق في هذه الأثناء على الهواء مباشرة بتعداد ما يقارب 21 لقية متواجدة في هذا الشوط الأول الرئيسي. أحيي السادة المشاهدين عبر قناة الريان الفضائية، وأرحب أيضا بالمشاهدين عبر موقع الأبرقة لسباقات الهجن وأخواني المتواجدين على أرضية الميدان. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول مباشرة هوايل لمشعل بن حمد بن صالح بن حديد على مقدمة الشوط، وفي المركز الأول ننتقل للمركز الثاني. تصل أوزان لمحمد بن معجب بن لجبع الخيارين، تحتل أوزان المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، ومن تتقدم هقوة لمشلش بن سعيد الخيارين على المركز الثالث من طلق انطلاقة ممتازة، اللي تليها على المركز الرابع وصلت جنان لغانم بن جاسم بن ربيع الكواري. ننتقل للمركز الخامس، وصلت الغزيل ناصر بن حمودة بن حمد العفاري. هذا هو النداء الأول مشاهدين الأعزاء والحفل الكريم في هذا السباق المحلي الثامن. كنا في اليومين الماضيين مع سن الحقائق وأشواط فاقت 40 شوط، تميز من تميز، وهني جميع الفائزين في سن الحقائق، ونتمنى التوفيق للمشاركين في هذا اليوم يوم اللقاية وما يليه من أيام. فنحن مستمرين مشاهدينا الأعزاء من تاريخ الواحد من هذا الشهر من تاريخ واحد إلى العاشر من إبريل، 10 أيام متواصلة جميعها صباحية. أشكر حقيقة الإخواني المنظمين في اللجنة المنظمة لسباق الهجن على اختيار الوقت والتوقيت المميز، والجو أيضا كذلك يساعد، وأجواء باردة وأجواء تشبه الشتوية، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق. عموما نعود إلى مقدمة الشوط وأجواء هذا الشوط المميز. شوط قوي للغاية، شوط رئيسي، أقوى أشواط اللقاية اليوم. شوط رئيسي مفتوح، ما زالت المقدمة مع هوايل لمشعل بن حمد بن صالح بن حديد على مقدمة الشوط، بمتابعة علي بن حمد السندوانة يتابعها في هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصلت الكايدة لسعيد بن عبيد بن رشدان، يقدم الكايدة على المركز الثاني. المركز الثالث تسللت أوزان لمحمد بن معجب بن لجبع الخيارين. وننتقل للمركز الرابع، من القادمة؟ هقوة مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين، مقدم هقوة في المركز الرابع. المركز الخامس هناك أكثر من اسم يتسلل وتتسلل المركز الخامس. أول المتسللات الغزيل ناصر بن حمودة العفاري، ناصر بن حمودة العفاري وهالي الوقن. مرحبا بكل المشاركين من أبناء الخليج. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى شعار السندوانة على المركز الأول، أو هناك تغيير على المقدمة، غيرت الكايدة. سعيد بن عبيد بن رشدان خطفت مقدمة الشوط وخطفت المركز الأول. المركز الثاني عند السندوانة هوايل مشعل بن حمد بن صالح بن حديد على المركز الثاني. المركز الثالث تسللت وانطلقت أوزان لمحمد بن معجب بن لجبع الخيارين. بينما المركز الرابع اللي خذت المركز الثالث هقوة مشلش بن سعيد الخيارين، والمركز الخامس بين ثنتين بين الغزيل، ولكن تسللت اختبار لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري يصل المجازف على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، وبدأنا نقترب من لوحة الكيلو. وين غادرنا لوحة العبور؟ لوحة العبور بمسافة
8، ولكن بمسافة الستة لم نتفق على مسمى. للوحة العبور يبدو أنها لوحة الكيلوين، لوحة أو لوحة بالفعل من المسافة الخمسة كيلومترات والستة يبدو بأن العبور من لوحة الكيلوين، بينما مسافة الثمانية اتفقنا جميعا على لوحة العبور من لوحة الثلاثة كيلومترات. عموما عبرنا من لوحة الكيلوين، بدأت تتشكل معالم الشوط، بدأت تتضح شيئا فشيئا إلى أين يتجه الشوط. بن رشدان مع المركز الأول مع صدارة الشوط، الكايدة سعيد بن عبيد بن رشدان يقدم الكايدة على صدارة الشوط، بينما المجازف يصل، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما في هذه اللحظات اختبار، في هذا الاختبار الصعب في الشوط الرئيسي أقوى أشواط اللقاية، هل يكن لبن زيتون رجل الفنون بن زيتون هذا المميز دائما على الصعيدين مستوى هجني أصحاب السمو والسعادة الشيوخ مع هجني الرئاسة أو هجني أبناء القبائل كما نشاهد اختبار من تنطلق في هذا الاختبار الصعب وهو الشوط الرئيسي أقوى أشواط اللقاية اليوم. اختبار على المركز الأول مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بن حمودة يقدم الغزيل ناصر بن حمودة العفاري على المركز الثاني، المركز الثالث تصل أوزان في هذا الشوط اللي وزنه ثقيل، وزنه ثقيل للغاية. محمد بن معجب بن محمد الخيارين يقدم باللجبع، يقدم أوزان المركز الرابع، تحركت وانطلقت هقوة مشلش بن سعيد الخيارين. والمركز الخامس عند بن رشدان سعيد بن عبيد بن رشدان، هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء. بروك تصل علي بن حمد بن مقارح، وتصل أيضا في هذه اللحظات ظبية حمد بن عنزان النعيمي، هذه النتيجة. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير بدأنا نقترب مشاهدين الأعزاء من حسم أمور الشوط، وبدأ هذا الهجوم على مقدمة الشوط من أكثر من شعار وأكثر من اسم، يطمعون المضمرين، يطمحون الاختطاف رئيسي اللقاية. بن زيتون، بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون يقود دفة الأمور مع اختبار، مع اختبار متحكم في أعصابه بن زيتون، لم يصدر الأوامر حتى هذه اللحظات وهي لحظات صعبة للمضمرين، للمراقبين، للمتابعين. اختبار بن زيتون على المركز الأول، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف، المجازف مع مقدمة الشوط مع رئيسي اللقاية، ولكن وصلت أوزان محمد بن معجب بالأجبع الخيارين، ويصل بن مقارح، يصل بن مقارح مع من تتقدم بروك علي بن حمد بن مقارح، ولكن اختبار، ولكن اختبار، سلام سلام سلام، طارت اختبار برئيسي اللقاية وأقلعت اختبار، وأقلعت اختبار لتهدي الناموس للمجازف، للمجازف، للمجازف في أقوى اختبار في هذا الشوط الرئيسي، في أقوى اختبار في هذا الشوط المفتوح للقاية. سلام للمجازف سلام، واسعد الله صباحك، تهانينا نزفها على الهواء مباشرة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمجازف يختطف هذا الشوط اختطافا، تهانينا والناموس على فوز اختبار برئيسي اللقاية. سلام بن زيتون سلام، سلام اختبار سلام. المركز الثاني أوزان لمحمد بن معجب بالأجبع الخيارين، المركز الثالث، المركز الثالث بروق علي بن حمد بن مقارح، المركز الرابع، المركز الرابع هقوة لمشلش بن سعيد الخيارين، المركز الخامس، المركز الخامس تصل الغزيل لناصر بن حمودة العفاري. إذن اختبار تصل إلى خط النهاية، قطعت المسافة الشوط في 7 دقائق 55 ثانية، 42 جزء من الثانية. التهاني وناموس للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المركز الثاني، اللي وصلت في المركز الثاني أوزان قطعت المسافة في 7 دقائق 58 ثانية بالوفاء والتمام. تهاني لمحمد بن معجب بن محمد بن الأجبع الخيارين. المركز الثالث وصلت بروك قطعت المسافة في 8 دقائق دون ثواني، 10 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لعلي بن حمد بن مقارح. تتواصل الأشواط.